مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. سنتعلم كيف يتم برمجة خادم HTTP بسيط. لماذا أصلا نريد القيام بهذه العملية في حين توجد العديد من خوادم HTTP كالأباتش، جينكس، وتشيروكي وغيرها؟ إن برمجة خادم HTTP باستخدام Node.js يمكننا من الولوج إلى تفاصيل بروتوكول HTTP والتحكم فيها، مما يعطينا قابلية كتابة تطبيقات جد مثيرة. نبدأ بتحميل موديول HTTP var HTTP require HTTP. نقوم بخلق انستانس دو سيرفر ووضع الكالباك، أي عندما يتم خلق السيرفر نضع المعلومات المرسلة من طرف الكلاينت في request والجواب الذي سنرسله في response، ومن ثم نقوم بفتح بور 88 وجميع، أي أن كل الانترفاس سيتم فتح هذا التطبيق على كل الانترفاس الموجودة في هذه الآلة، ومن ثم طبع مساج. يساعدنا هذا المساج في التعرف على الادرس IP والبور الخاص بهذا التطبيق. قبل القيام بأي شيء كان ولا بد من دامب ريكويست للتعرف على مكونات الريكويست. نقوم بكونسول دير ريكويست و ريسبونس اند، ومن ثم الاغلاق. هنا نقوم بفتح البراوزر، نقوم بإعادة التحميل. لا يقع أي شيء، أي أننا لا نكتب أي شيء في الريسبونس، فقط نغلق. وهنا في جهة الخادم نقوم بعملية الدمب للأوبجي الخاص بالريكوست. مثلا هنا إذا كنتم مهتمين بمعرفة نوع المتصفح المستخدم فهو الويب كيت، يتعرف عليه على أنه الويب كيت رغم أن هذا كروم. هنا كل المعلومات الموجودة داخل ريكويست كالأدرس إي بي للكلاينت والبور سورس ونوع البراوزر المستخدم إلى غير ذلك. وهذا الشيء فقط فهو للاستفادة، أما التطبيقات الحقيقية فلا يحبذ القيام بعملية دامب للأوبجي الكبير لأنه سيستهلك الكثير من الذاكرة. كما تعلمون فإن أغلب تطبيقات الويب فهي مبنية على الأفعال واليغل، أي نقوم بسويتش ريكوست ميثود الفعل الأول وهو الجيت، الفعل الثاني هو البوست، والأشياء الأخرى نقوم بالإغلاق مع كتابة مساج not implemented، أي أن هذا الخادم فقط يتعرف على الجيت والبوست. فالبوست هي لإرسال المعلومات مثلا كاليفورميلاغ دانسكريبسيون ومعلومات أخرى، والجيت لاستخلاص معلومات من الخادم. هنا نستطيع القيام
لي سويتش على URL مثلا سلاش كايس سلاش هوم و not found. فإذا كنا في فعل get فهنالك ثلاثة URL يتعرف عليها الخادم slash و slash home و slash contact، والأشياء الأخرى يقوم بالإغلاق مع كتابة not found. هنا نستطيع القيام ب res and amin home هنا في الكونتاكت نكتب ام ان كونتاكت فيما يخص البوست مؤقتا نقوم فقط بالاغلاق مع كتابة بوست is okay. نفترض اننا قمنا بتحليل معطيات البوست هنا يقول لي ام ان هوم هنا ام ان هوم اثنان و سلاش كونتاكت كونتاكت يكتب ام ان كونتاكت فان الاغلاق لا يرجع للسطر لذا راينا أن تطبيقات كورل لا ترجع للسطر هنا الأشياء أصبحت أفضل فخواجم الويب ستاتيك تقوم بالبحث داخل المجلدات وقراءة محتوى ملف وكتابته هنا فقد نستطيع القيام بمثلا بفتح ملف وإرساله للمستعمل وستظهر الأشتامل بالبراوزر هنا يقول لي أمين هوم كونتاكت يقول لي كونتاكت يقول لهم اثنان وإذا قمنا بكتابة شيء عشوائي فإننا نحصل على not found أما في حالة استخدام فعل غير مبرمج في سويتش مثلا كالبوت فإنه سيطبع not implemented لأن الخادم الذي قمنا ببرمجته لا يدعم سوى الجيت والبوست كما ترون يكتب not implemented آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وإلى اللقاء في الدرس في درس جديد مع تحليل معطيات البوست وشكرا